بص، هو معروف برشلونه الميركاتو بتاعه بيبقى عامل ازاي. هنفوت باريس سان جيرمان على نيمار، ونقعد نتخانق على ندخل كام لاعب في الصفقه، هنروح لانتر ميلان نشوف لو طاروا الدنيا بالنسبه له عامله ازاي. مش حاطين في دماغنا ان احنا نضم لعيب مساك ولا اي حاجه خالص، ولا كمان بنفكر ان احنا نضم لعيب خط نص. فجاه كده لقينا يوفنتوس ماشي في السوق ومعاه بيانيتش، عمال يا جماعه حد عايز لعيب خط نص مقابل ان هو يدينا لعيب من عنده. راح متحرك على باريس سان جيرمان قال لهم خدوا بيانيتش وادونا فيراتي، الاثنين لعيبه خط نص. باريس قالت لهم شكرا، احنا مش عايزين لعيبه خط نص والدنيا بالنسبه لنا متظبطه وزي الفل. لقوا مين اللي بيحبوا الحاجات دي؟ برشلونه. تاخدوا بيانيتش وتدوني ارسور؟ انا اخد بيانيتش واديك جانتو ديبو وادفع عليه فلوس. اه والله احنا هنعمل كده بجد. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما سمعت حوار بيانيتش ان برشلونه بيفاوض بيانيتش، قعدت خير اللهم اجعله خير، يعني لو الدار ربنا كرمه ورجع في اسبانيا، وهم دلوقتي بيقولوا ان الدوري هيرجع ورجعوا التدريبات على فترات، والتدريبات موجوده دلوقتي وكل حاجه متعقمه والسيارات متعقمه بتاع اللعيبه وكل حاجه زي الفل. ارسور بقى يجي عامل ايه في ظل الفتره اللي الكلام فيه كتير عليها، لان هو ممكن يخش صفقه تبادليه، يجي مغير العربيه بتاعته ويقول لك اصل معلش العربيه اللي انا جيت بيها قبل كده البنزين فيها ما كانش يتحمل ان انا ارجع بيها والكلام ده، فانا حبيت اغير العربيه بتاعتي وجبت العربيه الفيراري في التمرينه دي. فاللي هو حبيبي احنا مش متفقين ان احنا نخش التمرين بعربيه واحده ونطلع منه بنفس العربيه ونفضل نيجي بالعربيه اللي هي متعقمه دي؟ لا بقى انا ماليش دعوه، اصل انا العربيه بتاعتي عطلت. فارسول بسم الله ما شاء الله ما تصدر كل حاجه في اسبانيا، وان هو لعيب مزاجي وان هو لعيب ما عندوش انضباط والكلام الكتير، في ظل كل الكلام على ان يا جماعه يوفنتوس عايز اي حد مكان بيانيتش. فارسول قال لك لا انا قاعد انا مش ماشي، زي بالظبط راكيتيتش قاعد برده مش ماشي. اما فيدال ففيدال بسم الله ما شاء الله الراجل قال لك انا ماشي مش قاعد اساسا، انا في مشاكل ما بيني وبين الاداره ما باخدش منهم فلوس وانا هروح انتر وكده كده هناك. يعني هلا كنت بيقول له تعالى بالحضن يا حبيبي انت، بالنسبه له هيبقى زي الفل هناك في انتر. فقلنا الانتر تدخل فيدال في صفقه لوطارو، قال لك قشطه زي الفل، بس انا هقيم فيدال على ان هو 15 مليون. قلنا له ما عندناش مشكله، بس احنا بقى هنديك اوفر ما حدش هيديه لك في اوروبا كلها. اختار ما بين نيلسون سميدو، واختار ما بين جان كلير تديبو، واختار كمان ما بين دخلوا راكيتيتش غالبا في الصفقه، وكمان كانوا مدخلين رافينيا ودخلوا لعيبه برده من لاماسيا وقالوا لهم بصوا خدوا واحد مع فيدال وهنديكوا 60 مليون وادونا لو طاروا. خلاص عادي يا جماعه ما عندناش اي مشكله، اللعيبه عندنا بندي لاعبين وبناخد لاعب ندفع عليه فلوس، قلنا عادي الحياه بيس. نرجع بقى لنيمار نشوف الدنيا بالنسبه له عامله ازاي في باريس. وكده كده الولد معروف ان هو مغضبينه وما بيلعبوش بمزاجه، واحنا عارفين ان نيمار لما باريس قال ان هو يقلل الاجور، نيمار طبعا مش رايح هناك علشان خاطر بيحب فرنسا ومعجب جدا بباريس والكلام ده، اول ما قال لك طب تقليل الاجور انا هخلع يا عم الحاج. فبرشلونه قال احنا عايزين نيمار، قالوا له قشطه خد نيمار، بس ممكن يعني لو سمحت تدينا ديمبلي وتدينا جريزمان وتدينا كمان سامور ومتيتي وهنديك نيمار، واحتمال كمان نفكر ان احنا نطلب منكم مبلغ مالي. مش عارف ليه كل الانديه بتستقرضنا في الميركاتو اللي احنا داخلينه يا جماعه. كده كده النادي اساسا زي ما قلنا قبل كده النادي بيفلس وحالتنا من نلف ستين ماديا، فليه يا جماعه ليه تاخدوا اللعبه بتاعتنا وتعاملونا المعامله دي؟ ليه بيانيتش لحد دلوقتي مش قادر افهم ليه بيانيتش، بس عادي يا معلم حاجه كده يعني ممكن تقول ان الراجل بتاعنا الله يبارك له رئيس النادي المحترم بارتيمو راح سأل كده المدير الرياضي كابتن والاسطوره بتاعتنا السيد اريك ابيدال، يقول له يا اسطى ايه رايك في بيانيتش؟ نجيب بيانيتش معانا؟ قال له قشطه حلو، بيانيتش لعيب دمه خفيف وعسليه ومسلم وبالنسبه لنا زي الفل ونحطه. طب ما فيش في اللعيب ده مكانه في الملعب عندنا مكتظ شويه، ما عندناش مثلا بوسكيتس وعندنا راكيتيتش وعندنا فرانك ديونج اللي احنا مش حوارينه معانا وكل شويه نحطه ناحيه اليمين، لا نحطه ناحيه الشمال شويه وما بنمركزوش في مكانه، ونجيب بيانيتش عليه وفيدال هنطفشه ونوديه انتر. وبسم الله ما شاء الله نص ملعب بتاعنا كده يعني كفيل ان هو ننافس على دوري الاسباني وننافس على ان احنا ناخد الكاس، وفي اوروبا هنطلع بدري بدري. مش عارف انا مش فاهم الفكره بتاعت بيانيتش، بس انا زي ما قلت لك هو زي ما احنا عندنا مدير رياضي وعندنا رئيس نادي بيتحكموا في الصفقات، اما المدير الفني لا ده واخد اجازه مع البقر بتوعه بيشوف البقر بتاعه عامل ايه. فده الوضع اللي ماشي عندنا في برشلونه، صفقاتنا ما تعرفش الدنيا ماشيه ازاي. اه بالمناسبه كاليلو كولوبالي يا اسطى لو اتحرك من ايطاليا مش هيروح على ليفربول زي ما انت ما فاهم كده، لان نيوكاسل دخل في الصفقه وقال لك لو كولوبالي اتحرك خطوه واحده بس من نابولي احنا هنجيبه، لان معروف اول ما الميركاتو بيبدا الكلام عليه بتلاقي ثلاث ارباع الانديه في اوروبا بيتكلموا على كاليلو كولوبالي وان الانديه عايزه تضم كولوبالي، بس كالعاده نابولي ما بيسمحش لكولوبالي ان هو يمشي، بس خلاص كولوبالي زهق ونابولي زهق وقالت لك احنا مستعدين نبيع كولوبالي. فكولوبالي دلوقتي المزاد هيبدا، وكلنا عارفين صندوق الاستثمار السعودي داخل بتقل في موضوع نيوكاسل، فبنسبه كبيره ممكن نلاقي كولوبالي في نيوكاسل. وكمان
بيقول لك عايزين يجيبوا ايجالو من مانشستر يونايتد، مش عارف اللي هو مانشستر يونايتد اساسا جايب ايجالو بالغلط، فهم عايزين ياخدوا معاه ايجالو. وبمناسبه مانشستر يونايتد عايز ابارك لك اصلا، وانت بتتريق عليا في صفقه بيانيتش انت هتجيب رابيو كمان، يعني انا هاخد من يوفنتوس بيانيتش وانت تاخد رابيو، وبسم الله ما شاء الله يعني الاثنين بسم الله يعني نحطهم على الدكه كده مع المشاليل. بيقول لك رابيو عمل ثوره على يوفنتوس وان هو مش عايز يكمل وزهق ومش عايز يرجع، وبيشوف ان هو يا جماعه انا محتاج اروح الدوري الانجليزي. مين يا ابني بيفاوضك في انجلترا؟ مانشستر يونايتد وايفرتون. يبقى انت طبعا عايز تروح ايفرتون. والله يا اسطى لكم في عون، يعني اذا كان انت عندك ادوارد نفخك فاحنا عندنا لابورتا وعندنا ابيدال نفخنا، وكمان عندنا مدير فني ما تعرفش حقيقة الافكار بتاعه بالنسبه له عامله ازاي. فالناس اللي بتسال وبتقول ليه بيانيتش، زي ما بقول لك كده مفيش افكار ومفيش حاجه فنيه بتقول ان احنا عايزين بيانيتش، بس كل الفكره ان في مدير رياضي شايف ان احنا نكمل ببيانيتش. زي بالظبط ليه هنروح نفاوض نيمار تاني، محدش فاهم اي حاجه. زي ان احنا برضو ليه جبنا عثمان ديمبلي وليه جبنا كوتينيو، محدش فاهم برضو اي حاجه. وليه توديبو هيتمحور هيروح يوفنتوس، مع ان توديبو بالنسبه ليوفنتوس هيكون صفقه زي الفل، كده كده عندهم كليني بيشطب وبنوتشي بيشطب، وهو هيحطوه اورجاني وكمان دي ليخت، هيبقى الثلاثه هيبقى خمسه ليوفنتوس ناحيه المساكين. احلى ناس بتعرف تعمل صفقات هم يوفنتوس، بيروحوا يخرتقوا ثلاث ارباع الانديه في اوروبا وبياخدوا اللعيبه اللي هم عايزينه والمبالغ اللي هي عايزينها، وساعات كمان بياخدوا لعيبه ببلاش. فبصراحه اداره يوفنتوس شابوها على اللي هي بتعمله في الماركاتو، لان هي الوحيده اللي ثلاث ارباع الصفقات اللي بتعملها بتبان ان هي بتكسب فيها، لان هي بتروح تجيب لعيبه ببلاش وبعد كده بتبيعهم بفلوس وكمان بيلعبوا معاهم فتره من الزمن. ف دول الوحيدين اللي بيكسبوا في الماركاتو. اما احنا بقى يا اسطى فالله يكون في العون، زي ما قلنا كده احنا هنروح نجيب اللعيب بواحد وهنجيب اللعيب باثنين واللعيب بثلاثه، وكمان ممكن ادخل ثلاث ارباع الفرقه في اي حاجه. يعني كمان في دلوقتي كلام عن نيلسون سميدو ماشي، وكان في كمان مفاوضات ما بين مانشستر سيتي وبرشلونه على مفاوضه نيلسون سميدو وجواو كانسيلو. بيب جوارديولا هيموت على سميدو، ف ما حدش فاهم اي حاجه. وبالنسبه لبيب جوارديولا برده فبيقول لك ان حسام عوار لاعب ليون بنسبه كبيره جدا هيكون في مانشستر يونايتد بديل ديفيد سيلفا. دي الصفقات اللي بحبها، ده استغفر الله العظيم يعني نادي بيختار ونادي عنده مدرب هو اللي بيختار وما عندوش اداره بتفرض عليه لعيبه. كان الله في العون والله يا اسطى. مش عارف هجيبها لك منين ولا منين. ربنا يحمينا من كل اللي احنا بنشوفه من اداره برشلونه وبارتيمو وكمان بنشوفه من كيكي 60. والحاجه الوحيده اللي احنا ممكن نكون متفائلين بيها هي ان خوان لابورتا اعلى رسميا ان هو هيترشح لرئاسه مجلس اداره برشلونه، وكمان نفسه يجيب بيب. يا ايام وذكريات يابا. قبل المناسبه يعني عجبك الفيديو مش تخسر حاجه لو عملت لايك، يعني مش عيب ولا حرام يعني.